أوكرانيا غير قادرة على تصدير القمح والذرة والنفط أو أي منتجات أخرى بسبب الحصار الروسي. الملايين قد يتضورون جوعا إذا استمر الحصار الروسي على البحر الأسود. من جانبنا أكرر أن روسيا لم تضع أبداً أي عقبات أمام حل قضية تصدير الحبوب من أوكرانيا إذا كانت كييف مستعدة لإزالة الألغام من البحر الأسود، وموسكو على استعداد للتعاون لحل هذه المشكلة. تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين واضحة بشأن تسليم كميات الحبوب الروسية إلى الأسواق الدولية. يجب رفع العقوبات المباشرة وغير المباشرة على بلادنا، خصوصا تلك المفروضة على تأمين السفن ودخول الموانئ الأوروبية. الألغام تحول بين العالم وإمدادات الحبوب، تلك الألغام المتفجرة عسكريا وسياسيا بين موسكو وكييف. والنقطة المشتعلة هنا هي التصدير عبر موانئ مقاطعتي أوديسا ونيكولايف الأوكرانيتين في شواطئ البحر الأسود، والتي تحتوي مخازنها على محاصيل أوكرانيا من الحبوب المقدرة ب 22 مليون طن بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. الممر الآمن لعبور الحبوب والغذاء إلى العالم أصبح سلاحاً آخراً في ميدان معركة روسيا وأوكرانيا، وكلاهما يتقاذفان المسؤولية. الدول الغربية تتهم موسكو بتعريض العالم لخطر المجاعة بإغلاقها موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وموسكو تنفي وتؤكد أن العقوبات الغربية عليها والتي ركزت على الحسابات الضيقة ضربت المصالح العالمية. ولإعادة الكرة إلى ملعب كييف، عرضت موسكو تأمين الصادرات عبر موانئ أوكرانيا على أن تتحمل الأخيرة إزالة الألغام من البحر الأسود، مقترح رفضته أوكرانيا، والنتيجة اشتعال في أسعار المواد الغذائية بارتفاعات حادة في أنحاء العالم كافة، والأمم المتحدة التي تدخلت بمقترح لممرات آمنة لقوت العالم وإنقاذ الملايين من المجاعة، مقترح تاه في دهاليز الصراع لتخرج مجددا محذرة، القادم أسوأ.